مشروعات تنموية عملاقة الحقيقة بتتم في كل محافظات مصر بالتوازي. دلوقتي هنروح لمحافظة سوهاج مع مراسلنا محمد رفعت عشان نتابع معاه أهم أعمال التطوير والمشروعات التنموية اللي بتتم في المحافظة هناك. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام من محافظة سوهاج. هذه المحافظة التي همشت لسنوات طويلة، اليوم وهذه الفترة محافظة سوهاج بتحتفل يعني الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري. مشروعات عملاقة بحجم استثمارات كبيرة جدا تم ضخها هنا في محافظة سوهاج. الأرقام أكبر دليل يا شاذلي على اهتمام الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بهذه المحافظة التي كانت قد همشت لسنوات طويلة. يكفي أن نتحدث عن حجم استثمار يبلغ 60 مليار جنيه لمختلف المشروعات الموجودة في محافظة سوهاج. لدينا في محافظة سوهاج 181 قرية بتتم فيها أو بالفعل انتهت فيها مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذه المشروعات عددها 3500 مشروع في 25 قطاع خدمي بيقدم لأبناء محافظة سوهاج. هذه المشروعات بتخدم 4 مليون مواطن من أبناء محافظة. أنا عاوز أقول لك يا شاذلي أن هذه الفترة محافظة سوهاج بتشهد حالة من ربما الرضا الكامل من المواطنين على حجم هذه المشروعات وحجم هذه الاستثمارات التي تم ضخها للمحافظة. زي ما تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه المشروعات، بنتحدث عن 763 مشروع في قطاع مياه، في قطاع الصرف الصحي على سبيل المثال. هذه المحافظة التي كانت منذ يعني أقل من عامين بيتم خدمتها فقط أو 10% فقط من المساحة، مساحة المحافظة أو أهالي المحافظة مخدومين بخدمة الصرف الصحي. هذا الرقم تعدى 75% الآن. شركة المية مع انطلاق عام 2022 كانت قد أعلنت أن أكثر من 95% من أبناء المحافظة مع انطلاق العام الجديد بيصلهم كوب ماء نظيف يعني في بخدمة متميزة. قطاع الصحة أيضا قطاع مهم، لدينا 222 مشروع متنوع في القطاع الصحي بيتم في محافظة سوهاج بالتوازي. يكفي أن نتحدث عن 10 مستشفيات كبيرة بيتم يعني ما بين إنشائها وإعادة تأهيلها ودخولها الخدمة، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من مشروعات طب الأسرة تم افتتاحها خلال الفترة القليلة الماضية. المشروعات مشروعات المجمعات الخدمية ما بين مجمعات زراعية ومجمعات بيطرية ومراكز تكنولوجية، 30 مجمع من هذه النماذج نسبة التنفيذ في هذه المشروعات وصلت يا شاذلي إلى 100%. 30 مجمع بالفعل تم العمل بهم ليقدموا خدمات متنوعة في إطار التيسير على المواطنين في محافظة سوهاج. الشيء الأبرز يا شاذلي وهو مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي العملاق في مدينة سوهاج الجديدة في غرب محافظة سوهاج. هذا المشروع اللي من المنتظر أن يقدم خدمات طبية متميزة لأبناء، مش بس لأبناء محافظة سوهاج بل لأبناء محافظات الصعيد بصفة عامة. أنا عاوز أقول لك أن هذا المشروع ربما هو الأكثر تميزا على مستوى محافظات جنوب الصعيد في تخصصات كانت نادرة جدا تم يعني إضافتها لهذا الصرح الطبي الكبير. نتحدث هنا عن استثمارات في هذا الصرح الطبي تصل إلى 2 مليار جنيه. تخيل هذه أرقام يا محمد وهذه الاستثمارات الكبيرة اللي حظيت بها محافظة سوهاج. تتحدث في مستشفى سوهاج الجامعي عن 300 سرير لاستقبال المرضى، بالإضافة إلى 47 سرير للعناية المركزة، بالإضافة إلى أكثر من 20 غرفة لمختلف العمليات ما بين العمليات الكبرى والمتوسطة. المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بتحظى أيضا باهتمام
الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. مش عاوز أقول لك أني يعني أنا قلت لك في البداية أني 25 قطاع خدمي بالفعل تم تنفيذ مشروعات فيه، وصلت هذه المشروعات ل 100% وتخطت في بعض المشروعات 80%. الواقع يا شاذلي هنا بيتغير كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ومع انطلاق عام 2023. إليك الكلمة يا شاذلي. شكرك طبعا محمد على كل هذه التفاصيل. عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية تمت في المحافظة خلال الفترة اللي فاتت كما ذكرتها بالتفصيل. كل الشكر ليك طبعا، وألف مبروك لأهالي سوهاج طبعا كل هذه المشروعات الخدمية.